شكرا سيد الرئيس. استمعنا بعناية إلى مقدمي الإحاطات، ونحن نتفق والشواغل المتعلقة بهذه الأزمة الإنسانية التي نراها تتكشف في مناطق أوكرانية عديدة. واقع الأمر أن عددا من زملائنا في مجلس الأمن كانوا قد تحدثوا عن هذا الوضع الإنساني أيضا، لكن بعضهم وفي مداخلاته المدلى بها هنا يستند إلى معلومات كاذبة يتم نشرها منذ بدء هذه العملية العسكرية الخاصة. وكنا قد سمعنا معلومات من هذا القبيل عصر هذا اليوم، واتهامات فيما يتعلق مثلا بقصف مستشفى ولادة بماريوبول، أو قصف يزعم أنه استهدف مسرح ماريوبول، وقول إن روسيا لا تسمح بخروج اللاجئين، أو أن يزعم أن روسيا كذلك قصفت مسجدا في ماريوبول، أو أن القوات الروسية تطلق النار على من ينتظر في طابور لشراء الغذاء الخبز في مدينة أوكرانية، وهذا إلى جانب إشارات إلى ما زعم بأن 33 مستشفى كانت قد قامت روسيا بقصفها. لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لم يقل أي شيء من هذا القبيل. حسب معلوماتنا، منظمة الصحة العالمية غير قادرة على إسناد أو تحديد هوية من استهدف مرافق الصحية هذه. موضوع تحديد الهوية، أي تحديد من هو مسؤول عن دمار هذه المنشأة أو هذا المرفق الصحي أو لا، هذا أمر هذا صعب وأمر سوف نعود إليه لاحقا. في تشيرنيوف بالنسبة لمن كانوا في طابور ينتظرون لشراء الخبز، أولئك لم يقتلوا على يد قوات روسية. ما من قوات روسية بتشيرنيوف؟ هذا جزء من المعلومات الكاذبة التي يروج لها فيما يتعلق بالقوات المسلحة الروسية. دعونا لا ننسى أن 25,000 من قطع السلاح تم توزيعها من دون أي رقابة. أما بالنسبة إلى مسجد السلطان سليمان بماريوبول، فإن مسؤول في هذا المسجد نفى قول إن هذا المسجد التركي الذي لجأ إليه مدنيون تعرض لهجوم من قبل روسيا. في نهاية المطاف أعرف من سوف يكون له رقم القياسي على مستوى الأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تذكر هنا اليوم في مجلس الأمن. إن هذه المعلومات المغلوطة تطال تحديدا ماريوبول. دعوني أحدثكم بعض الشيء عن هذه المدينة التي يعرفها الجميع. في العام 2014 والعام 2015، وعندما قام الجيش الأوكراني باستخدام الطائرات والدبابات ضد السكان بعد انقلاب ميدان، إذن هؤلاء السكان كانوا في هذه المدينة من وقفوا في وجه هذا النظام، وكانوا قد أيدوا استقلال الجمهورية ووقفوا في وجه النظام في كييف، لكن النازيين لم ينسونهم، وبالتالي استخدمت هذه المدينة كمقر وتم استخدامها على هذا الشكل. في هذه أيضا سجن ومركز تعذيب، فيه أدوات تعذيب مختلفة. لهذا السبب
يتمسك الراديكاليون الأوكرانيون بهذه المدينة؟ أولاً لأن فيها أدلة تقوم على الجرائم المرتكبة، وثانياً لأنهم يعرفون أنهم سوف يحاسبون عن هذه الأفعال في يوم ما، ولهذا السبب يصرون على أن يلقى كل سكان ماريوبول حتفهم، تماماً كما كان النازيون يفعلون في برلين عندما حصرت برلين في العام 45. إذن يبقون على السكان المدنيين ليستخدمونهم كدروع بشرية، يمنعون السكان من الهروب، وقرب المباني السكانية يضعون أسلحة ثقيلة، وفي ذلك انتهاك طبعاً للقانون الإنساني الدولي، علماً أن الزملاء والشركاء الغربيين هنا بالمجلس أو الأمانة الأمم المتحدة، كل هؤلاء لا يريدون أن يروا هذه الوقائع، علما أنه يصعب عدم كشف الحقيقة. فالصليب الأحمر الدولي أشار إلى هذه الوقائع، وبالتالي ماريوبول باتت اليوم مصدر المعلومات المغلوطة، تحظى باهتمام كبير من النظام الأوكراني. دعوني أتحدث عن بعض هذه المعلومات المغلوطة التي تم الترويج عنها. أولا بالنسبة لمستشفى الولادة، لن أطيل وأصيب بهذا الشأن، كنا قد أوصلنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة فيها معلومات، ولكن لا أفهم لماذا قرر الزملاء الغربيون ألا يأخذوا بالحسبان الإنذار الذي كان قد صدر عنا، علما أن هذا المستشفى، مستشفى الولادة، بات قد أصبح ملجأ للقوميين الأوكرانيين. ونحن كنا قد قلنا في هذه الرسالة أيضا أن جلسات تصوير تم تنظيمها في هذا المكان، تماما كما كان تفعل الخوذات البيض. الأكذوبة الثانية سمعناها من الزملاء اليوم أن روسيا قصفت مسرح ماريوبول حيث كان قد لجأ الآلاف من الناس. في 13 من آذار مارس، وفي معلومات متاحة قدمها أشخاص من ماريوبول قاموا بالهرب من المدينة، قالوا إن هنالك ناس محاصرون في ذلك المسرح وسيتم استهدافهم، وترون كلمة أطفال مكتوبة على الأرض أمام المسرح. أعلم الاتحاد الروسي بذلك ولم يتم اعتبار ذلك المسرح هدفا إطلاقا. ولكن الصحفيون الغربيون غالبا ما يغطون هذه الأكاذيب ويتغاضون عما تقوم به القوات الأوكرانية. وبعد أن سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على شخص خسر زوجته بسبب، أو بعد أن قامت وسائل الإعلام الغربية بالتغاضي عن رجل خسر زوجته بسبب قذيفة توشكا أطلقت على دونيتسك، يصعب علينا أن نطلب منكم التحلي بالموضوعية. ولم يتحدث أي منكم عن المآسي التي وقعت في دونيتسك والتي أدت إلى مقتل 20 مدني حتى الآن. الأكذوبة الثالثة هي أن روسيا تجبر الناس في ماريوبول ومدن أخرى على المغادرة إلى روسيا، وهذا كذب. فوزارة الدفاع الروسية تلقت 2.5 مليون طلب عبر الخط الساخن الذي أقمناه من أجل إجلاء هؤلاء الناس باتجاه روسيا، ولكن نحن لم نتمكن إجلاء الجميع حتى الآن، وذلك لأن السلطات الأوكرانية تمنع الناس من المغادرة. ولكن خلال الساعات 24 الماضية تمكنا
من أجل ما يزيد عن 31,000 مدني، بما في ذلك 89 أجنبي، من بينهم 71 موظف في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 9 مواطنين يونان و9 مواطنين باكستانيين. من بين 31,000 من الذين تم إجلاؤهم، فقط 36 شخص اتجهوا إلى مناطق تحت سيطرة كييف، وأما الآخرين فاتجهوا إلى روسيا وإلى هيرسون الواقعة تحت سيطرة روسيا، ورفضوا رفضا قاطعا الانتقال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كييف. وجرت العملية الإنسانية من قبل قواتنا المسلحة من دون أي مشاركة من الجانب الأوكراني، وألفت انتباهكم أيضا إلى أن إلى الاكتظاظ على الطريق من ماريوبول على مدى 10 كيلومترات، صف سيارات على مدى 10 كيلومترات، كلهم يهربون من الجيش الأوكراني، والأوكرانيون النازيون استخدموهم كدروع بشرية. ومن هرب من ماريوبول أخبرنا عن جرائم ارتكبتها قوات الدفاع الأوكرانية وانتهاكات ضد المسنين والأطفال. كل هؤلاء الناس يحصلون الآن على مساعدة نفسية واجتماعية. الوضع في مناطق أخرى متفاوت. البارحة احترمنا الهدنة الإنسانية التي اقترحناها على أوكرانيا، وقد تم التحقق من ذلك بسبل شتى، بما في ذلك عبر استخدام طائرات من دون طيار. المعابر الإنسانية التي فتحت باتجاه روسيا لم يتم السماح للمواطنين باستخدامها، لم تسمح لهم القوات الأوكرانية باستخدامها. والبارحة رأينا طابورا من الشاحنات فيه لاجئين تعرض للقصف وهو في طريقه إلى روسيا. بسبب على الرغم من كل الصعوبات والعوائق، البارحة ومن دون مشاركة كييف تمكنا من إجلاء 12,440 من بينهم 2,000 من الأطفال. ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة 200,000، بما في ذلك 85,000 طفل تم إجلاؤهم عبروا الحدود باتجاه روسيا، بما في ذلك 31,000 سيارة. ونحن مستعدون لاستقبال المزيد. لدينا 9,000 مركز استقبال في المناطق المحررة. وفرنا كل الظروف المؤاتية لحصول الناس على المساعدة الإنسانية. الأدوية والأغذية والملابس التي تم تلقيها من المنظمات الدولية خاصة من الصليب الأحمر. يقوم رؤساء بلديات أوكرانيا ببيعها، وهذا ما تم التحقق منه في مدن عديدة. وهنالك 70 سفينة في موانئ أوكرانيا عاجزة عن المغادرة بسبب الألغام البحرية، وذلك بسبب أوكرانيا. ونحن لا نزال نرسل المساعدة الإنسانية إلى الأوكرانيين المحتاجين في ماريوبول. ماريوبول تلقت ما يزيد عن 450 طن من الأدوية والأغذية والاحتياجات الأساسية. ومنذ الثاني من آذار مارس
خدمات الطوارئ في وزارة الدفاع قدمت لعدد من المناطق في أوكرانيا ما في ذلك الدونباس إمدادات قدرها 3000 طن من المساعدات ما في ذلك لإعادة الإعمار. وفي عدد من الحالات تقوم السلطات المحلية بتهديد من يتلقى المساعدة من روسيا، وكل يوم ترد معلومات من عواصم غربية بأنها تزود كييف بمزيد من الأسلحة، أصناف شتى من الأسلحة. البارحة واشنطن أعلنت أن أوكرانيا هذا الأسبوع ستتلقى منهم مساعدة عسكرية بقيمة 1 مليار دولار. أنتم تؤججون هذا النزاع، تصبون الزيت على النار، وأصبح من الواضح الآن المأساة التي يمكن أن تنتج إذا ما تم توزيع السلاح على الناس. وأتساءل ما إذا كان دافعو الضرائب على علم بمخاطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجموعات إرهابية في أوروبا، مثل منظومات الدفاع الجوي مثلا. هل تدركون خطورة ذلك وتبعات ذلك على أمنكم؟ كلنا سمعنا عن الطائرة من دون طيار التي سقطت في كرواتيا، والتي كانت مجهزة بالمتفجرات، وقد عبرت من كييف إلى زغرب من دون أن يلاحظها أحد. سيدتي الرئيسة، نأسف لأن أوكرانيا كانت ولا تزال بيدقاً في العدوان الغربي على روسيا. السياسيون الغربيون لا يأبهون بمعاناة الناس في دونباس، ما في ذلك المسنين والأطفال والنساء. لو كانوا يأبهون لمصير هؤلاء ما كانوا أثاروا هذه الجلبة بشأن مشروع القرار الروسي المتعلق بالوضع الإنساني. لم يكن لديهم أي مشكلة بالقرار الفرنسي، مشروع القرار الفرنسي المكسيكي، ولكنهم يعارضون قرارنا، ويبدو لنا بأنهم لا يريدون إطلاقا مشروع القرار الروسي. هم مستعدون بدلا من ذلك أن يصدروا قرارا في الجمعية العامة، على الرغم من أن هذا النوع من الوثائق لن يساعد على تحسين الوضع الإنساني. ولهذا تقدمت روسيا بمشروع قرارها الذي يتضمن كل المعلومات عن الوضع الإنساني من دون أي تسييس. ونحن دعونا كل الدول الأعضاء إلى المشاركة في تقديم مشروع القرار هذا، ولكن قيل لنا بأن مشروع القرار الإنساني الذي قدمته روسيا لا يرضي الدول الغربية، وهذا يدل على الهدف الحقيقي، على النوايا الحقيقية لمقدمي مشروع القرار الإنساني الأول أمام المجلس، وهذا دليل على النفاق. كذلك الكثير من الزملاء من الكثير من الوفود تحدثوا عن الضغط يتعرضون له من زملاء غربيين، ما في ذلك تهديد وابتزاز. الولايات المتحدة وألبانيا عممتا رسالة دعتا فيها أعضاء الأمم المتحدة إلى الامتناع عن المشاركة في تقديم مشروع قرارنا. نحن نتفهم الصعوبات التي تواجهها هذه البلدان التي تتعرض للتهديد والضغط، ولهذا قررنا ألا نطرح مشروع قرار للتصويت حاليا، ولكننا لن نسحب مشروع قرار هذا. بدلا من ذلك صباح غد سنطلب اجتماعا طارئا لمناقشة موضوع مختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بالاستناد إلى الوثائق التي حصلنا عليها من العملية العسكرية الخاصة، وسنقوم بإحالة الرسالة حول هذا الموضوع إلى الرئاسة الإماراتية. شكرا.